أوصل سلامي للخميني، هذه العبارة التي قالها صدام حسين للطيار الإيراني الذي تم أسره في معركة تحرير الفاو. فما هي القصة؟ في معركة تحرير الفاو سنة 1988، والتي كانت تحت سيطرة إيران في آخر أيام الحرب العراقية الإيرانية وأثناء الاشتباكات على الجبهة بين الجيش العراقي والإيراني على جبهة الفاو، وقد كان الجيش العراقي يحقق انتصارات ضخمة وخاطفة في هذه المعركة، انطلقت إحدى الطائرات الإيرانية فرمت حمولتها المتفجرة على مدرعات الجيش العراقي فقتلت ما يزيد عن 5 جنود عراقيين. وعندما عادت الطائرة لتنسحب نحو الأراضي الإيرانية بعد تنفيذها لمهمتها، سارع الدفاع العراقي لإسقاط تلك الطائرة المعادية بواسطة صاروخ سام 6، فتم إسقاط الطائرة وخرج الطيار منها، وصدرت التعليمات من القيادة العراقية بضرورة أسر هذا الطيار حياً مهما كلف الأمر. فتهافت الجنود العراقيون عليه وتم أسره وهو يحاول إطلاق النار تجاه الجنود العراقيين، وطلب الرئيس العراقي صدام حسين أن يجلب هذا الطيار ليمثل أمامه، وكان غاضباً جداً بعدما علم أنه تسبب في مقتل جنود عراقيين. وأخذ الرئيس صدام يحقق معه بنفسه وقال له: أين الخميني لينقذك الآن؟ وبعدها أمر الرئيس صدام أن يتم ربط هذا الطيار على ظهر صاروخ بعيد المدى، وقال له صدام حسين: أوصل سلامي للخميني، وأطلق الصاروخ تجاه إيران. شملت العملية العسكرية التي نفذها الجيش العراقي في الفاو يوم 17 من شهر نيسان عدة مراحل، استطاعت القوات العراقية من خلالها تحرير كامل جزيرة الفاو، واستطاعت تكبيد الجيش الإيراني خسائر كبيرة ما بين قتلى وجرحى وأسرى، بالإضافة للاستيلاء على معداته، حيث كان الجيش الإيراني يحتل المثلث الجنوبي لجزيرة الفاو، ومثلث الفاو نقطة تحول لحرب الخليج، وقد دفعت هي وباقي الانتصارات التي حققها العراق بعد معركة الفاو لإعلان الخميني مرشد الثورة الإيرانية في 5 من شهر تموز عام 1988 قبول إيران وقف إطلاق النار، كما أنها منحت العراق منفذه المائي على البحر الذي حرم منه أثناء الحرب. فما هو رأيك بعقوبة صدام حسين التي أصدرها بحق هذا الطيار الإيراني؟ شاركنا رأيك في التعليقات.